طاقه. بس اثناء الكونستراكشن، اثناء الكونستراكشن او اثناء يعني التشييد، فغالبا استهلاك الطاقه بيبقى موضعي عن طريق مولدات موجوده بالقرب من اجهزه الاجهزه التي تعمل وتحتاج كباسات مش عارف ايه مدقات وبتاع، دي غالبا بتاخد الطاقه من جنريتور جنبها، دي ما فيهاش مشكله واخد بقى. لكن المشروعات دي عند اقامتها وعند تشغيلها محتاجه طاقه جسيمه، علشان كده خطه وزاره الكهرباء انها في وحدات داخله خلال شهور قليله، وفي مشروعات في خطه لعشرين سنه الوزاره الكهرباء تخطط دائما لعشرين سنه قادمه، ففي في السله مشروعات كثيره تاتي تباعا، وبالتالي حين تعمل